اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نصل فيه ابرز ما كتبت الصحف ونبدا بالعناوين. جاء في الهيانات استمرار انتشار الجثث من ايمن الموصل تحت ركام المباني المدمره. صحيفه الميثاق الوطني عنونت اغلاق المخيمات في العراق وحاله من الاعاده القسريه للنازحين. وجاء في المدى 260 حالة وفاة في بابل بسبب الحوادث المرورية خلال 2021. نقرأ في القدس العربي تحالف سياسي عراقي يدعو لتشكيل فصيل لمكافحة المخدرات. ونتصفح في معهد واشنطن إيران قد تجهز طائرات بصواريخ نووية. وفي واشنطن بوست جاء 40 نائبا أمريكيا يطالبون بالإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة. ونطالع في عربي 21 غضب من ملاحقة السلطة الفلسطينية للنشطاء بالضفة. نبدأ وإياكم من الهيئة نت حيث جاء مقال عن اللغة العربية. سؤال وجواب في يوم اللغة العربية هو مقال للكاتب حارث الأزدي في موقع الهيئة نت. جاء فيها إن استعادة الأمة لهويتها هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق كل عربي ومسلم، فبها لا بغيرها تتحد معالم الهوية واستئناف الحياة، فما نعيشه اليوم قد يكون سباتاً أو نوماً قسرياً أو انحباساً في سرداب الأمم، ولا بد من كوة ننفذ منها للظهور. وأولى الخطوات في هذه المهمة هي لغتنا. اللغة العربية لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وهي ركن أساس في الفقه وأصوله وفي علم التفسير ودراسة التاريخ وباقي العلوم، وهي لغة الدرس والفهم والتخاطب. وكل نشاطات الحياة تشكو اليوم تمرداً جماعياً بدءاً من حملة الشهادات وليس انتهاءاً بدرس اللغة العربية في مدارسنا. فقد اغتيل هذا الدرس بكثرة تفرعاته والإهمال المتعمد باعتباره درساً يستطيع الطالب تحقيق النجاح فيه ولو تعكزاً على بعض المحفوظات والإنشاء المستهلك للموضوعات والمعاني. نشكو اليوم عزوفاً من شريحة الشباب على تعلم مفردة أو ترديد بيت حكمة للمتنبي أو قراءة بضعة أبيات من معلقات العرب، بل إننا نرصد أبعد من ذلك أن إذا تحدث شاب بكلمة عربية فصيحة سيكون موضع استهزاء من الجهلة والمناوئين للتعليم. يريدون الجميع أن يكون مثلهم في الجهل والفشل والسفسطة والإسفاف، ولكن هؤلاء يقدرون عالياً من يرطن ببعض الكلمات الأجنبية فيصفونه بالمثقف العارف الواعي. يا صاحبي، ليس مبالغة أن أقول أن تردي الواقع التعليمي الخاص باللغة العربية انعكس على مجمل الطبقة المتعلمة ومخرجاتها، وأنك لو استعرضت بعض التخصصات ممن لهم ارتباط باللغة لوجدت إفلاساً واضحاً في المبنى والمعنى. ومن لا يستطيع فهم اللغة العربية فهو من باب أولى غير قادر على فهم الأفكار واستيعابها والتعبير عنها سواء بالمعية أو الضدية. المهمة اليوم تقع على كل مثقف ومتعلم، وهي كذلك تقع على عاتق مدرس اللغة العربية مثلما تقع على باقي مدرسي العلوم الأخرى. فاللغة وعاء العلم. نعم، اللغة وعاء العلم، فإذا أحسننا الاهتمام بالوعاء صلح ما نقدمه فيها من العلوم التجريبية الأخرى. أما في القدس العربي جاء هذا المقال في المئوية الثانية لتأسيس العراق الحديث أين الدولة، حيث نقرأ مقالا للكاتب مثنى عبد الله في الأسبوع الماضي وبلا ضجة ولا احتفالات وحتى بلا اهتمام استذكر العراقيون مرور 100 عام تماما على تأسيس الدولة العراقية الحديثة. وإذا كانت شعوب الدول التي عاشت عصورا ذهبية تبقى تمني النفس بالعودة إلى تلك العصور السالفة، فإن الليل الذي أرخى سدوله على العراقيين أدخل كثيرا منهم في دوامة اليأس.
وبات انجلاء الوضع الكارثي الذي هم فيه يكاد يكون ضرباً من الخيال. فمن يسير في شوارع بغداد اليوم أو أي محافظة عراقية يجد أنه ليست الحضارة والحداثة قد أفلتت فيها فحسب، بل حتى الحياة لم تعد تنبض فيها بانتظام كما كانت قبل وقت قريب. شوارع يسودها اللقانون وأرصفتها مهدمة، والعسكرة فيها واضحة من خلال مئات العناصر المدججين بمختلف أنواع الأسلحة والمركبات المدرعة، وبناياتها تعلوها رايات مذهبية سوداء وخضراء وحمراء، وجدران تحمل آلاف الصور لرجال جدليين قضوا نحبهم، بعضهم إيرانيون وآخرون إيرانيو الرأي والهوى والعقيدة، يشار إليهم باللغتين العربية والفارسية على أنهم شهداء. فهنا صورة قاسم سليماني يقبل رأس أبو مهدي المهندس، وهناك صورة أبو مهدي المهندس يحتضن قاسم سليماني، في حين أن مشروع الرجلين لا علاقة له بالعراق لا من بعيد ولا من قريب، بل هو مشروع إيراني يخدم دولة الجوار. وإن عبرت جسور بغداد فلن تجد نهر دجلة يسير بكبرياء بين الرصافة والكرخ، فقد قطعت أوصاله عشرات الجزر وملأت ضفافه أكداس القمامة، وغاب ذاك السحر الذي كان يدفع العراقيين للسهر على ضفافه حتى الفجر. أما أحياء بغداد القديمة فقد اختفى من أزقتها عبق الماضي، فالهموم الحياتية والمعيشية هي الشغل الشاغل للناس. وفي الوضع السياسي الذي يستقبل فيه العراق والعراقيون مئويته الثانية، فيبدو أنه استمرار لما انتهت إليه المئوية الأولى. ففي ظل هذه الطبقة السياسية الفاسدة يمكن القول أن البلد والدولة خارج الخدمة، فعلى الرغم من أن إحصاء الخسائر منذ عام 2003 وحتى اللحظة يرسم صورة كارثية، لكننا أمام حالة إصرار على عدم وضع تخطيط لاستراتيجية الخروج، لا محليا ولا حتى دوليا كذلك، في حين أن الهياكل المتعثرة للدولة وتناقضاتها موجودة تماما ويراها الجميع. هذا يعطي دليلا واضحا على أن العراق سيبقى على المدى القريب مع الأسف ورقة بيد البعض. وننتقل وإياكم إلى صحيفة الميثاق الوطني. تقول الكاتبة نور العبيدي: لم يكن يخطر في بالي يوما أن العراق سينهار تحت حكم عصابات قتلت متعطشين للدماء يحولون الوطن على امتداد أرضه إلى بقعة دماء حوافها جثث أبنائه الذين ذبحوا على الهوية، ذنبهم الوحيد أنهم ولدوا على أرض العراق ويحملون جنسيته. فقد صعقت من هول الأحداث وأنا أكتوي بنار أشعلت في وطني، لم تبقي شارعا ولا بيتا ولا مدرسة إلا دخلته. لم يعد خافيا على أحد أن أبرز أهداف غزو العراق هو للنيل منه ومن شعبه وجعله مشتتا متناثرا تعصف به الرياح أينما ذهبت. وقد زادت من ضراوة التهجير القسري والقتل الطائفي على الهوية وحتى على الاسم، فقد تم إجلاء أغلب سكان المناطق السنية في بعض المحافظات من أجل فرض هيمنة الميليشيات والمرتزقة على هذه الممتلكات والاستيلاء عليها، حتى أصبحت بالنسبة لهذه الميليشيات غنائم حرب. وقسمت مناطق بغداد على أساس عنصري طائفي، وهجر أغلب سكان بغداد الأصليين إلى محافظات أخرى، حتى تخلو بغداد من أهلها وتسيطر عليها الأحزاب الطائفية وميليشياتها. وهذا يدل على أن كل ما حصل كان مخططاً له إيرانياً عن طريق حكومة المنطقة الخضراء لإثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وجره للمستنقع المزري وإلى ما هو عليه الآن، حيث أصبح المواطن الكادح مغترباً في بلاده. مع كل الأسف تسببت الطائفية بهجرة آلاف العراقيين من بلادهم عن طريق الهجرة غير الشرعية، لعلهم يجدون ملاذاً آمناً مستقراً يحافظون فيه على حياتهم وأرواحهم. وفي العرب الجديد،
جاء هذا المقال عن العربي وإيران، حيث كتب إياد الدليمي: تلتفت إيران حول عدة دول عربية تمكنت منها في غفلة من الأنظمة العربية، أو حتى إن شئت بتواطؤ منهم، أو على الأقل من بعضهم. واليوم الكل يصرخ بوجه هذا النفوذ المتعاظم الذي حول شعوبا عربية إلى أوراق لعب وأوراق ضغط يستخدمها في مفاوضاته حول نووي وأشياء أخرى. نعم يا سادتي الكهية، لعبة الأمم، وعلى من لا يجيد فهم تقاطيعها وتقاسيم أوتارها الاعتزال أو أن يجد له مهنة أخرى غير إدارة الدول وتنظيم حياة شعوبها. لم يعد هناك من شك في أن لدى إيران استراتيجية واضحة فيما تحاول الوصول إليه، سوى في سعيها الدائم للدخول إلى النادي النووي أو في سعيها إلى أن تكون حاضرة بقوة في الإقليم. ترسم وتخطط وتضع السيناريو تلو الآخر، بل لم يعد هناك من شك بأن إيران ما بعد عام 1979 ومجيء الخميني لا تختلف عن التي كانت قبلها في ظل نظام الشاه، وكأنها لم تتغير إلا بقدر خلع البزة العسكرية وارتداء العمامة. بقيت الطموحات نفسها، طموحات إيران الفارسية الإمبراطورية وأحلامها. فماذا يفعل العرب؟ أنظمتهم تحديداً في مواجهة هذا الخطر الإيراني الداهم الذي نجح في تحويل الصراع العربي الفلسطيني بقدرة قادر إلى صراع منسي وهامشي. ربما يعتقد بعضهم أن الوقت قد فات ولم يعد في الإمكان أفضل مما كان، خصوصاً بعد أن ساهم تنظيمة عربية في التغلغل والنفوذ الإيرانيين، أقله في عدم تدخلها مبكراً لمواجهته. ناهيك طبعاً عن أنها كانت ترى هذا النفوذ يكبر يوماً بعد يوم من دون أن تحرك ساكناً، معتقدة أن نيرانه لن تصل إليها. يقول الكاتب: صحيح أن إيران متغلغلة، بل قل مسيطرة على 4 عواصم عربية، لكن هذا لا يمنع أن هناك اليوم وأكثر من أي وقت مضى فرصة سانحة لمواجهة هذا النفوذ الإيراني، لتحجيمه على الأقل إن لم نقل طرده. فالمشروع الإيراني الذي التهم أكبر من قدرته من عواصم العرب يواجه فشلاً ذريعاً ملحوظاً. تمثل ذلك في العراق التي شهدت تظاهرات تشرين في عام 2019. في العراق شهدته جميع الدول العربية والدول العالمية، حيث كانت مصوبة نحو هذا النفوذ بالتحديد. وأيضا في لبنان الذي بات شعبه يئن تحت وطأة حزب الله وتبعيته المعروفة طبعا لإيران ومغامراته، سواء في سوريا أو اليمن أو حتى في حرب المخدرات التي شنها على دول الخليج العربي. أما في موقع انترسبت جاء ما يلي: أطلقت مجموعة من مسؤولي الأمن القومي الأمريكي السابقين والمشرعين والدبلوماسيين حملة عامة للضغط على إدارة جو بايدن لتهديد إيران عسكريا، بحسب موقع انترسبت، حيث ذكر البيان الذي حمل توقيع رؤساء المخابرات ليون بانيتا والجنرال المتقاعد ديفيد بيترايوس وميشيل فلورنواي من وزارة الدفاع في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، أنه من الضروري جدا استعادة مخاوف إيران من أن مسارها النووي الحالي سوف يؤدي إلى استخدام القوة المفرطة من قبل الولايات المتحدة. طالب البيان الذي وقعته أيضاً نائبة الديمقراطية السابقة جين هارمان والدبلوماسي الديمقراطي ذو الوزن الثقيل دينيس روس ونشره معهد واشنطن، طالبا إدارة بايدن باتخاذ خطوات تقود إيران للاعتقاد بأن الإصرار على سلوكها الحالي ورفضها قراراً دبلوماسياً معقولاً سيعرض بنيتها التحتية النووية بالكامل للخطر، والتي تم بناؤها بشق الأنفس على مدى العقود الثلاثة الماضية. واقترح الموقعون على البيان على الرئيس جو بايدن أن يفكر في تنظيم تدريبات عسكرية رفيعة المستوى من قبل القيادة المركزية الأمريكية، وربما بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك تدرب على شن هجمات جو-أرض على الأهداف وقمع بطاريات الصواريخ الإيرانية. ونقل الموقع عن المحلل الإيراني هومان مجد قوله: إن رسالة المسؤولين الأمريكيين السابقين سخيفة، مؤكداً أن إيران لا تخشى أي عمل عسكري أمريكي ضدها الآن، وأن كل الضجيج الإسرائيلي حول الاستعداد للحرب مع إيران لم يغير حساباتهم.
وأضاف أنهم يعرفون أنه من المرجح أن تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية أكثر من الولايات المتحدة. من جانبها انتقدت تريتا بارسي نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول البيان قائلة للصحيفة إن الإيمان المبالغ به بالمعجزات التي يمكن أن تقدمها التهديدات العسكرية الأمريكية لا يقتصر على أي ظرف وطرف واحد في الولايات المتحدة، ولكنه في جوهر دين المؤسسات السياسية، حيث يتحقق الأمن الأمريكي من خلال الهيمنة العسكرية العالمية. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً للصحفي جيف شتاين، قال فيه إن أكثر من 40 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين دعوا وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى إلغاء تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، والتي استولت عليها الإدارة بعد سيطرة طالبان على البلاد هذا الصيف. في رسالة إلى كل من يلين والرئيس بايدن، قالت مجموعة المشرعين إن الفشل في تخفيف القيود الدولية المفروضة على النظام المصرفي في أفغانستان يهدد بخلق ألم اقتصادي وانهيار إنساني، حيث تتصاعد المخاوف من أن الاقتصاد المنهار سيحفز أزمة جديدة للاجئين والجوع. حذرت الأمم المتحدة من أن النظام المصرفي في البلاد معرض لخطر الفشل الهائل الذي قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30%. وقدرت يونيسف أن ما يصل إلى 1 مليون طفل يمكن أن يموتوا من سوء التغذية الحاد الوخيم مع تدهور اقتصاد البلاد. وحثت بعض المنظمات الدولية أمريكا على توسيع المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والمساعدات الطبية، لكن الرسالة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين تقول إن هذه الإجراءات من غير المرجح أن تكون كافية لعلاج الاقتصاد المتدهور. كما أدت العقوبات الأمريكية على طالبان إلى عزل البلاد عن النظام المالي الدولي، رغم أن وزارة الخزانة وافقت على بعض الإعفاءات لتسهيل المساعدة الدولية. وقال المشرعون إن الإبقاء على هذه السياسة قد يتسبب في وفيات بين المدنيين في العام المقبل أكثر من الخسائر في الأرواح على مدى 20 عاما من الحرب، حيث إذ لم يتم الإفراج عن هذه الأموال فإنما سيحدث هو أن البنك المركزي لن يكون قادرا إطلاقا على أداء وظائفه الرئيسة، والتأثير على الاقتصاد بشكل عام سيكون مدمرا. وفي خبرنا اليوم، بإطلالته المتميزة على بحر العرب وتجاويفه الضاربة في عمق التاريخ ونوافير مياهه المندفعة من باطن الأرض، يستقطب كهف المارنف على شاطئ المغسيل في محافظة ظفار جنوبية سلطنة عمان الكثير من محبي المغامرة وعشاق التاريخ، وتزخر الأراضي العمانية ببيئة جغرافية جيولوجية متنوعة، وهو ما يتجلى تماماً في وجود مئات الكهوف تختلف أنواعها وأحجامها وتأريخ نشأتها وتكويناتها الجيولوجية، وسنوياً يتوافد آلاف السياح وعشاق المغامرة لاستكشاف معالم هذه الكهوف وأسرارها الموغلة في القدم، خاصة وأن طبقات الأرض التي تكونت عليها بعض تلك الكهوف نشأت قبل حوالي 70 مليون سنة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.